عون السلطة يصدم الجميع. تمكنت عناصر الدرك الملكي لدى المركز القضائي بسرية سيدي بن نور بتنسيق مع المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بالجديدة من إيقاف عون سلطة برتبة مقدم للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل شاب كان يبلغ قيد حياته 30 سنة من العمر، وكان المشتبه فيه قد أقدم على قتل الضحية ذبحا بمنطقة بتراب جماعة أربعاء العونات بإقليم سيدي بن نور، إذ تركه مدرجا في دمائه ولذا بالفرار في اتجاه مجهول قبل أن تتمكن عناصر الدرك من تحديد هويته ومكان اختفائه واعتقاله. وكشفت مصادر عليمة أن سبب ارتكاب المقدم الذي يعمل بقيادة العونات لهذه الجريمة هو الانتقام.